قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن الحوار الذي جرى مع طهران خلال الزيارة الرسمية الأخيرة تضمن تبادل وجهات النظر بين الدولتين حول مختلف القضايا وبناء على مصلحة العراق، موضحا خلال استضافته في برنامج بلا أقنعة أن العراق لا يقبل أن تملى عليه أي شروط ولا يملي شروطا على أحد. نحن ليس لدينا شروط على الآخرين، ولهذا السبب لا نقبل شروط الآخرين علينا. في الواقع الزيارة إلى طهران كانت لتبادل وجهات النظر ووضع العلاقات الإيرانية العراقية في الإطار الواضح، فالنقاشات كانت نقاشات صريحة واضحة وبناء على مصلحة العراقية، وطبعا ننطلق من بناء علاقات حسن الجوار مع إيران ولكن على أساس المصالح المشتركة. فلا نقبل شروط الآخرين ولكن في نفس الوقت لا نضع شروط على الآخرين. نفس الشيء بالنسبة للزيارة إلى واشنطن. الزيارة إلى واشنطن كانت زيارة مهمة وكان في إطار الحوار الاستراتيجي، ومسيرة الحوار المسيرة بدأت في بغداد قبل حوالي شهرين، والجولة الثانية بدأت في واشنطن. وتزامنت مسيرة الحوار مع زيارة ودعوة السيد رئيس الوزراء إلى البيت الأبيض واللقاء بالرئيس ترامب.